تشجيعا لتبادل الخبرات والممارسات والتجارب والدراسات البحثية المحلية، حيث كل الاختصاصيين والمقيمين وطلاب الدراسات يطلعون على كل جديد في هذا الاختصاص. اليوم ندوة الأورام ليست الأولى وليست الأخيرة، يتم فيها تناول مواضيع مهمة جدا، الرئة والمثانة ومواضيع أخرى، ويتم إطلاع الحضور على كل المستجدات في هذا المجال من وسائل التشخيص والعلاج. من خلال سنة وشوي عملنا 5 ندوات تتناول المستجدات الحديثة بالمعالجة. هالموضوع مهم لأنه بيعطي أفق علاجي وشفاء وأمل للمرضى. فعمليا نحن غير أنه عم نعطي الأبحاث الجديدة ونتائجها، عم نخلي كمان الأطباء، لأن هي ندوات علمية، نخلي الأطباء في دمشق وباقي المحافظات على اطلاع بأهم مستجدات عالمية، سواء بأمريكا أو بأوروبا أو بأستراليا، بأي أماكن عالمية إلى دراسات وتجارب سريرية تعطي فوائد علاجية لهالأدوية المكتشفة حديثا عم تصير بسوريا أول بأول. كتير مهمة لنشوف الدراسات وأهم المستجدات العلمية بموضوع الأورام، خاصة موضوع الرئة والمثانة اليوم اللي عم نحكي عنه. طبعا في كتير أدوية وعلاجات جديدة طلعت حديثا هلا عم نتناولها ونشوف الإحصائيات، وكتير مهم الاحتكاك بهذا الموضوع بظل هالظروف اللي عم تصير، الحرب اللي عم تصير ضمن سوريا. طبعا هالفعالية عم تكتسب أهمية خاصة لأنه هي عم تتم بالتعاون ما بين الرابطة السورية للأورام، اللي هي بتضم كافة الأطباء الأورام العاملين في مجال تشخيص ومعالجة الأورام في سوريا بكل المحافظات، ما بين الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي اللي هي تعتبر حاليا المرجع بتشخيص ومعالجة الأورام. فعم يكون الهدف الأساسي هو تبادل الخبرات العلمية وصولا لتقديم الخدمة الأفضل للمريض.